على الهاشتاج الدوري مع وليد مشاهد يقول الغياب المؤثر في الهلال هو غياب 3 لاعبين فقط، يعني إذا غابوا 3 ذول يتأثر الهلال، أما باقي اللاعبين فلهم بدلاء جاهزين، يحتار المدرب في من يختار. اللاعب اللي اختارهم المشاهد هم البريك والشهراني والمعيوف، ايش رأيك يا سلطان؟ أتفق تحديدا مع المعيوف أنه ما له بديل، كذلك حتى البريك وجوده أو حضوره بعد الغياب شفنا كيف تأثيره على مستوى الهلال حتى هجوميا، وكذلك حتى الشهراني. طيب البليهي، على ذكر البليهي اللي قاله عادل، الملاحظه اللي ذكرها عادل التويجري اليوم في البليهي، باخذ لك لقطتين بوريكم اياها، هذه صناعته للهدف الثالث للهلال، صنع من اللاعب علي البليهي. نرجع نعيدها لو سمحتوا مره ثانيه، بس ناخذها وشوي شوي من بدايه اللعبه، ابغى الكابتن علي البليهي هو اللي نركز عليه اكثر. نشوف اللقطه، وفي لقطه ثانيه توريك عاد علي البليهي المدافع كيف استطاع أن ينقذ شباك الهلال من هدف. هذا كابتن علي البليهي، تمريره صانع لعب ما شاء الله تبارك الله لقوميز ونتج عنها الهدف الثالث. نشوف اللعبة اللي أنقذها علي البليهي اللي كانت في بداية الشوط الأول، كانت هدف كرة متجهة للمرمى ما شاء الله من وين طلع البليهي، انشقت الأرض وطلع لك من تحت الأرض وأنقذ شباك فريقه من هدف مؤكد. كيف شفت اللاعب اليوم كابتن سلطان؟ من نجوم المباراة البليهي بصراحة، من بداية المباراة وحتى استمرار لتميزه المباراة الماضية مع السد، أنقذ هدف محقق في بداية الشوط. الاستقرار نعم، رايح للجول نعم. خلاص يعني مشط رجله نعم، تمركز متميز بصراحة، كان مميز جدا في هذه المباراة. وزي ما ذكرت هي استمرار لقوة البليهي أو لتميز البليهي من المباراة الماضية، أضاف كثير للمنظومة الدفاعية، وبرأيي الأهم الاستقرار على التشكيل في خط الدفاع، هذا ما أضاف كثير لخط الدفاع الهلالي. على كرة الهدف بصراحة بداية قطع البليهي الكرة في عملية ضغط عالي على لاعب الاتفاق، اسم التقدم بثبات كبير في أكثر من 50 ياردة إلى وسط الملعب، التمرير بإتقان للمتمركز بصراحة جوميز، هدف بصراحة يحسب للبليهي في عملية الاسيست العالي، وكذلك حتى لجوميز في فتح المساحة والتمركز والهدوء، يعني بصراحة هدف يعطي دروس كبيرة مثل هدف السد الأول اللي كان فيه هدوء كبير من جوميز. شفنا كيف البليهي في عملية البناء، في عملية التمرير، جوميز في عملية فتح اللعب، المراوغة حتى بعد الإعاقة ما استسلم، حاول أنه يراوغ بشكل آخر ويسجل، هدوء كبير من جوميز يوضح قيمة اللعب الفنية وتأثيره على هجوم الهلال. مباراة في المجمل تفوق فيها الهلال بكامل تفاصيلها، برأيي السبب الأهم في هذا الفوز رزفان وما عمل من منظومة. شفت اللقطة هذه حاطينها في تويتر؟ شفت اللقطة هذه؟ جايبين يعني جايبين ادواردو ماسك البليهي، يقول أنت ميسي ولا بليهي؟ ما شاء الله جوميز ماسك البليهي. لا بصراحة تمرير متميز، عملية بناء متميز، بداية من قطع الكرة كواجب دفاعي، في مساندة في البناء، وحتى في عملية التمرير، واعتقد حتى جوميز في عملية فتح اللعب، فتح المساحة والتمركز والهدوء، بصراحة هدف يدرس للأهداف النموذجية للمهاجم الفردي.